تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الربي سعيد مسكي فاعل جمعوي بالمنطقة وعندي تجربة ديال ما يفوق 12 سنة في العمل ديال معلم السباحة بهذه المنطقة هذه بالضبط المنطقة اللي كنسميوها السباعي وحجرة الرمل. بالنسبة لهذه الحالة اللي وقعت في هذا الأسبوع هذه كتبقى شي حاجة غريبة بالنسبة للأبناء ديال المنطقة. كنعرفوا الناس اللي كيدخلوا غير كيترزقوا الله كيصيدوا، ولكن بالنسبة للمسألة ديال الهجرة السرية ما عمرنا عرفناها في هذه المنطقة. حتى الشهور الأخيرة كانت وقعت حالة للمرة الأولى اللي كانوا خرجوا ما يناهز 46 شخص على حساب شهود العيان ديال بالليل، وهذوك الناس فاش خرجوا الحالة اللي خرجوا فيها كتبين بأن ماشي مسألة ديال الهجرة السرية، وإنما كاين بحال خداع ديال الناس، لأن الناس خرجوا كيقولوا للناس اولا يعني باللغة الإسبانية، كيحسب لهم أنهم هما في إسبانيا لأن هادو مغرار بهم. هادوك الناس اللي كانوا خرجوا الحمد لله ما وقعتش ضحايا ديال الموت، وكانوا الناس مشاو بحالهم. من بعد هي وقعت هاد الحالة هذه اللي كنشوفوا على حسب التصريحات اللي سمعنا ولا على حسب شهود العيان. أولا تيقولوا بأن الناس اللي كانوا داخل المركب ركبوا ما يناهز 40 دقيقة. ما يمكنش، حنا راه ما كاينش شي نقطة اللي غتقدر توصلهم 40 دقيقة وخرجوا لهنا. هنا كيبان بأنهم كيدخلوا من المنطقة وكيعاودوا يدوروا بهم، وتيقول لهم راه قربنا الإسبانية، نزلوا كيتلاحوا وكيوهموهم. هنا شنو اللي وقع؟ بأن هذاك النهار هذيك الليلة كان البحر مهزوز، تقريبا كانت واحد 5 ديال الأمطار ولا 6 ديال الأمطار بالنسبة للبحر. ملي بغاو يغروا بهم، انا على حسب ربما هذه غير حسب التجربه ديالنا في المنطقه، وصلوا للواد تهز البحر، هنا ما بقاش قدر يرجع الضربات. هنا فين الناس اللي طاحوا مباشره في الواد اللي كيتسمى حجرة الرمل. الواد ديال حجرة الرمل راه كيعرفوه الاخوان كاملين وكيعرفوني، يعني خدمت فيه مده ديال سنين، راه غير بمشقه النفس انك تجبد بنادم بنهار وكيكون البحر شويه ساهل، ما بالك بالليل والبحر مهزوز. هنا كتبقى ما غاديينش يخرجوا، هذوك هما اللي خرجوا هنايا. والناس اللي على حسب ما سمعنا ان كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي هربات، طلعت بحالها مشات هربات. كيبقى الامر ديال الناس الاخرين راه مجهول، العائلات ديالهم هما صراحه هذا الشيء كيضر في القلب. بقاو فينا هاد الشباب، لان كاين تغرير بهم. الا كان تغرير خاص المحاسبه ديال هاد الناس باش تجيبهم تدخلهم من واحد الوجهه وفي ظرف وجيز كتخرجهم. هنا هذا توهيم، والناس كتشري الموت ديالها بالفلوس ديالها، خاص فتح تحقيق عاجل باش يتوصلوا لهاد الناس اللي كيديروا هاد الحالات هذه، ويتعاقبوا عقوبات اللي تبقى عبره. لان راه المجموعه ديال الشباب اللي كانت مشات على حساب اللي خرجوا ما كتجاوزش الاعمار ديالهم 19 20 سنه، وهذا كيبقى وصمه عار على المجتمع ديالنا كامل. كاينه طرق ديال الهجره، كاينه طرق حتى ديال الحريق اللي كيساطعوا الناس، كتبقى لهم واحد النسبه ديال النجاح ديالها، ولكن هذه راه ما كاينش حتى 0.0 ديال النجاح ديالها. هذا النجاح ديالها هو الموت ولا الخرج. الا خرج غيمشي مسكين لدارهم. انا كنطالبوا بفتح تحقيق، كنشوفوا عائلات اللي كتشمش. تنشكروا المجلس البلدي اللي اتصلنا بها ووفر واحد الخيمه اللي غتشوفوها باش الناس تجلس. غنحاولوا ما امكن ان الناس هنايا كرماء غادي يشوفوا نستقبلوا هاد الناس هنا، ريتها ما يبان المصير ديال هاد الاخرين. كنطالبوا مره اخرى بفتح تحقيق. الا كان من هاد المنطقه دي انا كنقول لكم في هذيك الليله ما يمكنش يدخل شي واحد من هاد المنطقه، لان احسن الناس اللي كنعرفوهم حنا وكيزاولوا ممارسه ديال الصيد بهذوك الفلوكات الصغار ما كيدخلوش من هنا، عندهم مناطق اخرى اللي كيدخلوا منها واحد ديال عين السبع هنايا من بن القادوس لهنا. هنا الا كان توهيم ديال الناس غادي تقدر تكون من هذيك المنطقه دخلوا، لان على حساب الشهود العيان اللي سمعنا هنا وكيروج بان جابوهم عبر شاحنه، وحتى هذيك الفلوكه اللي كانت عندهم هذيك البيلوطه اللي مدخلينها راه كانت في الرموكه وكانوا الناس فيها، نزلوهم بالزربه. يعني هذا من خلال السيناريو اللي تعطى كاين توهيم ديال الشباب، تيقول لهم راه مثلا انتم دابا المكان اللي هما باقيين في اليابسه، راك انتم مثلا في العريش او في شي منطقه اللي قريبه وراح نحضر البحر، غيتقاد البحر غننزلوكم. كيدخلوا 40 دقيقه يعني 3 ولا 4 ديال الكيلومتر في البحر، كيكونوا مغطينهم ربما بشي باش ولا ما كيشوفوش، كيحلوا عينيهم كيبقاو غير الظلمه. من بعد واحد 5 دقائق ولا 6 كيبدا يبان لهم هنا الضوء، تيقول لهم راه انتم وصلتوا للوجهه اللي باغين. هذا المسكين كيتلاح على اساس باش راه غادي يمشي للغربه. صراحه كيبيعوا الوهم للبشر. وبهذه المناسبه سنطالبوا
بالجهات المعنيه انها تلتفت لهاد الشباب وتفتح لهم افاق بالنسبه للتكوين المهني. الناس اللي كيفقدوا شويه المسائل في الدراسه يحاولوا يوجدوا لهم مسائل اللي غتقدر، والشغل فتح فرص للشغل للشباب اللي مالا. حتى المجتمع المدني تنبغيو يكون شريك في هذه المساله هذه وتكون توعيه للشباب، حيت هاد الناس هادو راه وليداتنا. لان الشباب اللي سمعنا 19 و20 سنه، عندي ولدي عنده 20 سنه، ما نقبلش عليه انه يمشي في البحر. انا وما نغامرش، لانني بالنسبه لي انا عندي، نقدر نقول لك انا نقدر نصارع هاد الامواج والشهاده ديال الجميع، ولكن المجهول لا، ما يمكنش. يعني الانسان خصو يوعى ويوعي، وكنتمناو هاد المسائل ما تبقاش تعاود. وشكرا للجريده ديالكم اخي، والسلام عليكم. سعيد.